أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات ومقاطع اخترناها لكم حتى نعرضها عليكم. تقدرون تشاركونا بالبرنامج على أرقام البرنامج اللي تشوفوها بأسفل الشاشة. أي لحظة من لحظات البرنامج تقدرون تتصلون بنا حتى تعطونا تعليقاتكم على المواضيع اللي راح نطرحها عليكم في الحلقة، أو تحجون بالمواضيع اللي أنتم تريدون تحجون بها. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام وأول ملف ويانا. وقبل ما نبدأ الملف، إضافة إلى أنه الاتصالات موجودة على الأرقام، اللي ما يقدر يتصل ويانا لأي سبب إن كان، رقم الواتساب الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، دزلنا رسالة مكتوبة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين ونقراها بالدقائق الأخيرة. أول ملف هو ملف الخدمات، تحديدا تحول الشوارع العراقية إلى ما يشبه الخرابة، أو بالأحرى افتقار الشوارع العراقية إلى أي نوع من أنواع الخدمات بسبب الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية، بسبب غياب الرقابة، بسبب الفساد، بسبب المحسوبية. ذن الأسباب هي تعتبر أبرز سمات العمل في ظل الحكومات المتعاقبة على حكم العراق من سنة 2003 إلى حد هاي اللحظة. هذا الأمر له تأثير كبير على سير العمل والمشاريع الخدمية والاستثمارية اللي موجودة بالعراق. نبدي من كربلة. واحدة من الشركات جت إلى كربلة دا تسوي لها شارع تبلطه، من المفترض أن يتبلط الشارع ويتعبد بأفضل صورة، لكن أثناء العمل أقدمت هاي الشركة على كسر أحد أنابيب الصرف الصحي أو أنابيب شبكة المجاري. ورا ما اشتكوا الأهالي بالمنطقة على الشركة أو على العمل أو على الكسر، رفضت الشركة أن تصلح هذا البوري أو الأنبوب بسبب أنهم ما مسؤولين عن إصلاح الأنبوب، حتى يتركون الشارع بالشكل اللي راح تشوفونه الآن بهذا الفيديو. المنطقة بقى وصلني فيديو انه هاي شركة السخاء هنا تنفذ بهذا المكان. اثناء عملهم سووا هدم، طبعا الرصيف كله انهدم. هذا الموضوع منا ومنا البيوت هم متأثرة. الناس قالوا لهم هذا البور انكسر، قالوا لهم هذا البور مو شغلتنا. فأنا حتى أنقل لكم اللي صار، وطبعا هسه المجاري كلها مسدودة، وراح تشوفون أيضا الفيديو داخل التصوير إنه اللي صار يعني بالمنطقة بعد أن إنه تهجم عليهم أبو الشركة، جاهم سيارة وصار حكي، وبعدين هم المنطقة طلبوا النجدة. المهم حكوا التفاصيل. حجي حجي شنو صار بالتفصيل؟ وهم اجوا هنا هذا كسروا البوري. نعم. قبل يومين اجوا اشتغلوا بيه، اشتغلوا بيه ما قدروا له، رادوا يطمونه هيجي. قلنا لهم بويا لا تطمونه، قالوا احنا نجي ثاني يوم نسويه. قلنا لهم عوفوا مكانه. من عافوا مكانه اجوا الصبح الساعه بالستة، من الستة للاربعة يشتغلون بيه ماكو. اخر شيء جابوا لهم وصله هيجي مكسوره، يريدوا يذبونه فوقه ويطمون. اجى الولد ابو البيت قال عمي طمون هذا البيت راح يطيح. زين. بيت قام يهدم، حتى الرصيف هدم، حتى الأمة هدم. راحوا اشتكوا وخابروا الشرطة، اجت الدورية. حجي زين هذا هاي القصونة قبل فوق خابق خابق يخلونه بس يذبون عليه صار. يعني الشركة المنفذة اللي سوت انه هي كسرت البوري، بدال ما تفكر انه تخاطب بالجهات المسؤولة البلدية دائرة المجاري حتى تقولهم يا اكو خلل صار بالمكان الفلاني، تعالوا دزولنا مهندس، دزولنا خلية، دزولنا لجنة حتى نعالج الخلل. هم اللي سووا شنو؟ هم جابوا لك بوري ثاني سووا مثل الغطاء، يريد يحطه فوق البوري المكسور ويطم يسد الحفرة. السؤال اللي ينطرح هنا، إذا هذا البوري مكسور وخليت فوقه مثل الغطاء وصار مي، احنا ذا نحكي عن مجاري، المي ما راح ينضح من الصفاح؟ زين، في حال نضوح مياه الصرف الصحي لي برا، شنو اللي راح يصير وراها؟ راح يتسرب للبيوت ويتسرب للمياه الجوفية وعد أمراض إذا تريد تعد. والسبب شنو؟ أكو شركة تقول لك أنا مو مسؤوليتي أصلح. ليش؟ لأن الشركة ما أخذ فلوس على هذا المشروع، إذا صلحت راح تدفع من جيبها. بس ما أكو واحد يجي يقولها أنت خالفتي، انت خربتي، انت دمرتي، من المفترض انه تعدلين.
هاي واحدة من مساوئ العراق الجديد، واحدة من مساوئ عراقنا الجديد في زمن الديمقراطية المعلبة اللي جابوا لنا اياها الامريكان ووعدوا الشعب العراقي، انه لما تصير عندك تنفيذ الى مشروع خدمي الطب في مصايب كبيرة، من ضمنها هاي. نطلع من كربلة نروح المحافظة الذقار، بمحافظة الذقار تحديدا بقضاء الشطرة، بسبب اعمال وحدة من الشركات تحولت شوارع الشطرة الى مستنقعات طينية وحل بسبب نزول الأمطار، وهذا السبب أدى إلى مشاكل كبيرة. يعني هذا الخلل أدى إلى مشاكل كبيرة من ضمنها الأمراض، الحشرات، انتشار الأوبئة، هواية تسبب هاي البرك المياه الآسنة. أهالي القضاء انتقدوا العمل، انتقدوا الإهمال الكبير اللي بسبب تدمر الشارع أو شوارع القضاء بدل من إعمارها. خلونا نشوف المسؤولين والمقاولين والشركات. كافو بوك كافو بوك، اذا مطرت الشطرة صارت خيسة، صارت طينة. هاي البعض من عندكم كافو بوك، مشاريع عندكم بقد التمن، مشاريع تلزمونها تاخذكم بها سنة سنتين اربع سنوات اذا تكملها. اذا مطرت هذا وضع الشطرة، كافو حرامية. هذه الشطرة وقبلها بكربلة، والسبب أنه أكو مشاريع خدمية، يعني المشروع اسمه خدمي، المفروض هذا المشروع يخدم الناس، بس اللي دي يصير أن المشروع ما دي يخدم الناس، دي يدمر حياة الناس. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا من منصة فيسبوك بهاء الزيدي: الشركات تضحك على المواطن، والمواطن مو من حقه ينتقد عمل الشركات، لأن الشركات تابعة إلى متنفذين بالدولة، وكل شركة مخليت لها 10 محامين قبل يزرق المواطن بدعوة كيدية ويسمون المواطن إرهابي من الدرجة الأولى. موقف العمل وموقف العمل ويعترض عمل الدولة. سيوفي أبو محمد: عاشت إيدك، اليوم الخامس وما حد إجا من الشركة، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ريت يجون الرقابة للمنطقة يشوفون بعيونهم الشغل كله غلط بغلط. عامر آخين: أنتم تحت الاحتلام الإيراني والعمايم، فلذلك لا يوجد مواطن من هؤلاء المقاولين شريف ومخلص الوطن والعراق، وإنما تبعية العمايم وإيران. وغسان خفاجي: فعلا جهات رقابية ماكو، قبل كان أكو لجنة تستلم المشروع وتقيم العمل، حاليا ماكو. هو مو شغلة قبل واليوم، هو من المفترض أي مشروع بالبلد، مشروع خدمي أو غير خدمي، أي مشروع نطيته مناقصة إلى شركة أو نطيته إلى دائرة من دوائر أو مؤسسات الدولة العراقية، لازم أكو لجنة استلمة. أي مشروع يصير بالبلد لازم أكو لجنة استلام، ولجنة الاستلام هاي لازم واحدة من مهامها الأساسية أنه أكو أوراق للمشروع قبل ما يقدم على المناقصة، يقول المشروع شنو بدايته وشنو نهايته وشنو راح يسويه. دني النقاط اللي قدمها بالمشروع، اللجنة لازم تتحقق من عدها، تشوف الجودة، تشوف الخدمات، تشوف مثلا شارع دا يبلطوا، المجاري اللي بالشارع، الإنارة اللي بالشارع، أثاث الشارع، دني كلها تتحقق من عدها، ساعتها تقول له مشكور كمل مشروعك. بس جماعتنا بالعراق هاي القضية مهملة غير مفعلة. بالمقابل أي مشروع بالعالم المنفذ للمشروع يأخذ جزء من المال، ممكن أن يأخذ سلف أثناء عمل المشروع، لكن أكو جزء كبير من قيمة المشروع ما تندفع الحد ما يكمل المشروع ويسلمه بطرق صحيحة وتوافق عليه اللجنة أو لجنة الاستلام أو الوزارة أو المؤسسة أو البلدية، أي مؤسسة يلا يقولوا له هذه ورقة روح اصرف حقك. أما جماعتنا من البداية حصل مناقصة، الأخ راح إلى الوزارة: السلام عليكم، أنا راح أبلط شارع. يا حبيبي هاك هاي مليارين، الله وياك. هذا اللي يصير بالعراق. كرار من الناصرية، حياك الله حبيبي التالي. أولا تحية لك ولا كادر قناة الرافدين، حيا الله من لا برنامج صوتكم. الله يسلمك. أولا الناصرية تعاني من يعني تهميش، يعني شلون نريد نوصفه؟ مدينة يعني معطلة، يعني احنا جاي نشوف ناصرية
على مدار العشرين سنة اللي استلمت الحكم من 2003 لحد الآن، لحد الآن مشروع واحد ما انتجوه محافظة الناصرية. بس الناس تقول إنه الناصرية تحولت إلى مدينة النافورات، يعني ماكو بالعراق مدينة بها نافورات بقد الناصرية. مستحيل استاذنا العزيز، هسه تقدر قناتكم الكريمه تروح تصور الشوارع وتصور المدن وتصور شنو اللي بيها يا شارع، خلي يطولنا خلي نشرون على الشارع، خلي نشوف الشوارع اللي اشتغلت عليها الحكومه. كل زين جاي نشوف احنا يا الناصريه بوقت مثل هذا اللي يقول يا ابن زبيبه بوقت الحرب يردون من شهداء ويردون من ما اعرف ايش، وبوقت الفلوس وبوقت الاعمار ما يعرفون هاي المحافظه وكانها محافظه منسيه. نهوا هاي المحافظة، نهوا شبابها بالمخدرات وبالكريستات، الشارع عاطل عن العمل، لا خدمات أكو، لا مدارس أكو، لا صحة أكو، لا، والمدينة الوحيدة الناصرية هي المدينة المنكوبة، المدينة يعني ما بيها أي مشاريع وما بيها أي مثل ما تقول شيء متنفس للشباب أو للمواطن العراقي، ما بيها. يعني وين يسولف يقول المدينة أم النافورات؟ خلي قناتكم الكريمة تصور ونشوف، ونشوف يسوون له استبيان، وشوف المدينة، شوف المواطن شلون جاي يعاني، شوف مطرة الدنيا شلون الطينة وين تصير، والطالب ما يقدر يروح للمدرسة أو إذا عندك حالة بالبيت مستعصية ما تقدر تنقلها للمستشفى لأن السبب الشوارع ماكو. نعم. شكرا لك أخ كرار. لا أنا من قلت لك إنه الناصرية تحولت إلى مدينة نافورات لأنه صدقا يعني المشاريع الخدمية اللي بالناصرية كلها هي مشاريع للنافورات، وكل النافورات اللي بناها محمد نافورة مثل ما أنتم تسموه تحولت إلى برك إلى مياه آسنة أو مكب للنفايات والنافورة بملايين، والناس ما مستفادة من أدها لا جماليا ولا خدميا، ونسوا الخدمات اللي تنقص مدينة الناصرية ومحافظة ذي قار واهتموا ببناء بعض النافورات. أحمد من الأنبار حياك الله. أحمد. ألو. تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله يحيي أصلك، رحمة على والديك. طيب طبعا أنا بالبداية أشكركم وأشكر قناتكم هاي. تفضل أخويا، لا شكر على واجب. قول أحمد. يبدو أنه الاتصال ويا الأخ أحمد انقطع. نتمنى ترجع لنا حتى نعرف شنو اللي كنت تريد تقولنا يا أخوي أبو شهاب. نروح هسه، احنا حكينا عن 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 إهمال المشاريع الخدمية، حكينا عن مشاريع، بس العراق كله يعاني من إهمال، يعاني أيضا من قضية قلة الخدمات البلدية. يعني دوائر البلدية اللي موجودة اليوم بالعراق اللي هي من المفترض أن شغلها الشاغل هي متابعة الخدمات بالشوارع والطرق والمناطق ورفع النفايات، تنظيف المدينة، متابعة كسر أو خلل في مكان ما، هي مدى تؤدي دورها بصورة صحيحة، إضافة إلى أنه حتى نكون منصفين وواقعيين، كل من يعمل بدوائر البلدية خصوصاً من يعمل في قضية رفع النفايات هو يعتبر من ذوي الدخل المحدود جداً واللي راتبه ما يكفي أصلاً، واللي بيهم هواية ما استلموا رواتب وعدهم مشاكل هواية بالرواتب. ناشط من النجف يوثق لنا مساحات كبيرة وشاسعة من منطقة البرقاية في النجف تحولت إلى مكب إلى النفايات. هاي المناطق كان من المفترض في تخطيط المدن أن تتحول إلى مساحات خضراء، تتحول إلى متنزهات، تتحول إلى مرافق خدمية بهاي الساحات، رغم مطالب الناس بتحويل هاي المساحات اللي هي حاليا عبارة عن مكب للنفايات إلى مساحات خضراء بداخل المناطق، لكن الحال راح تشوفوه الآن. هذا مكان شري سعدة، هذا المكان الوحيد اللي باقي فارغ بمنطقة البراكية. عشرات المرات طالبت أني بتحويل هذا المكان إلى مدارس، مستوصف، ملاعب خماسية. للأسف الشديد صار تجاوز كبير على هذا المكان. يعني هذا البيت ما كان موجود، هاي الحدائق ما كانت موجودة، جاي يصير زحف عليها
من هاي الجهة جاي يصير زحف على الساحات الوحيدة المتبقية بمنطقة البراكية. الحكومة المحلية عليها أنه تحافظ على هاي الساحات وتستغلها كمناطق خدمة عامة للمنطقة اللي ما بيها أبداً خدمة وما بيها ساحات تستغل أراضي المدارس أو مستوصف أو غيرها. العراق يعاني من قلة المساحات الخضراء. طبعاً المشكلة والطامة الكبرى بهذا الموضوع أنه هذا مكب النفايات اللي موجود هنا هو موجود داخل المدينة بالمنطقة بين البيوت، ومكب النفايات بنفايات بمواد كيميائية بمواد عضوية بأكل، والأكل راح يكون فاسد برائحة كريهة جداً، راح تتولد بحشرات كثيرة، انبعاثات للعديد من الغازات، تسبب أمراض جلدية تنفسية، ولا سمح الله قد من الممكن أن تسبب أمراض مزمنة للسكان الحي اللي هم على تماس مباشر بالمنطقة المحورية إلى هذا مكب النفايات. وفوق القهر المواطن هنا يقول لك أنه بهاي المنطقة بمحافظة النجف ما عندنا ولا مساحة خضراء. وبعلم المدن، علم تخطيط المدن، لازم أكو مساحات خضراء، مساحات خضراء للتنفيس لعوائل المناطق ولأطفال المناطق. وروحوا شوفوا الدول المتحضرة، بكل منطقة أكو مو بارك 2 3 4 حتى الناس عندها متنفس، تطلع من البيت تروح إلى 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 مكان شوية ترفح عن نفسها به، إضافة إلى إلى المتنزهات الكبيرة اللي موجودة بالدول. لكن في بغداد والعراق والنجف وذي قار المساحات الخضراء منسية إذا ما استثمرها أحد المسؤولين. نطلع من النجف ونروح إلى المثنى. مواطن وجه رسالة بالمثنى إلى المسؤولين حتى ينظرون إلى واقع مدينة السماوة الخدمي المتردي، وطالب أولا أنه ينتشلون السماوة من واقعها الحالي، النهوض بالواقع الخدمي اللي تعاني من عنده، إلغاء الإهمال أو قلة الخدمات، الاهتمام شوية بأهالي هاي المدينة. وثقلنا بالفيديو اللي راح نشوفه أحد شوارع القضاء اللي يتواجد بمركز محافظة المثنى، خلونا نشوفه. وإلى مديرية بلدية محافظة المثنى، الانتخابات انتهت، ويا ريتكم أن تتابعون مدينتكم وشوفوا هذا الشارع الرابط بين حي الشهداء وحي الصناعي. يا ريت تتابعون هذا الموضوع، ويا ريت من المسؤولين والجهات المعنية والمتابعة أن تشوف هذا الشارع بنص المدينة. يا ريت الإخوان اللي أهل الانتخابات المرشحين الجدد أن يباشرون يخدمون أهل مدينتهم وأهل منطقتهم. على كل هاي رسالة نوجهها لكم، وإحنا كمواطنين بسطاء يعني ما عندنا بس غير يمكن نصور وندز عبر قناة أو عبر الإخوان الإعلاميين المحترمين. طبعا شوفوا هاي السيارة تابعة لمن؟ تابعة يمكن لدائرة الكهرباء مال السماوة، أو شوف يعني تخسفات التربة هاي الطرق. طبعا التدريب هاي اندمرت نهائيا، دمرت يعني الروطان. هذا التبديد كله راح يخلع عين مريض، من يتحمل مسؤوليته؟ الى كل من يتابع البرنامج في دول العالم، هذا المنظر تشوفوه انتم فقط بالعواصف الشديده، عاصفه ما، ضربت بلد ما، امطار شديده جدا، من الممكن ان تشوفون هذا الحال بشارع او شارعين بذيك الدوله. لكن في بلدنا الحبيب احنا مضروبين بعاصفة من قاعنة اسمها عاصفة الفساد، لدرجة انه اذا مطرت 5 سنتيمتر هذا حالنا. هذا الحال تشوفوه بالشوارع المبلطة، فما بالك بالشوارع المنبلطة، الشارع اللي ما مكسو زفت واللي عبارة عن تراب، ايش راح يتحول الى طين. فانت قيس اخويا المشاهد من بلدان الوطن العربي الشقيق أو باقي العالم، قيس حال المواطن، التلميذ لما يروح والتلميذة إلى المدرسة، الموظف والموظفة شلون يطلعون ويرجعون، أهالي المناطق اللي عايشين بهيجي خدمات شنو وضعهم.
ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق موجود ويانا من أمجد مهدي الشمري: أبو هاشم والله تتعب وما حد يستجيب، لأن ما بها منافع خويا، لو بها منافع كان إجوي يركضون. وعبد المطلب هاشم: هذا هو هذا مو متنزه مقبرة، افتح أبوابه وخلي حدائق وخلي كم لعبة وكافي استثمار، هم جيب لك مطعم ويفتح كم شهر ويفشل، خلي كافتيريا بسيطة وخلي الشباب تعمل. علي الذبحاوي: اي والله يقهر، اش كبره وما حد مستغله، مع العلم مكانه كلش حلو، بس يراد تحريكه من الاعلام كل شيء ينحل. اما صلاح المياحي: التفاته جميله صح والله، متروك من زمان، ليش ما نعرف. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضيه. محمد من حله حياك الله. الو الو، شلونك اخويا؟ وبدايه نصيلي صوت التلفزيون حتى اسمعك زين، تفضل. بخدمتك بخدمتك. خادم ربك. تفضل أغاتي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا طبعا لي الشرف أن أنتظرك هاي الدقائق المعدودة، لأنه أنت إنسان راقي على الرأس. أنت إنسان راقي، سلمك. وأنا أعتبر قناة الرافدين قناة العراقية اللي تحمل هموم العراقيين. شرف لنا. هذا واحد. الله يحفظك، أنت الشرف. بالنسبة لهذه المساحات الشاسعة اللي مخصصتها الدولة، نعم، الدولة مخصصتها اللي هي حدائق وغيرها، نعم، ثق وأنا مسؤول عن كلامي، ثق، استغلوها بعض المسؤولين حاليا بالدولة. شوارع هي ضمن تخطيط المدن، شارع رئيسي لمرور السيارات والعجلات، استغلوها وضافوها إلى دورهم. هاي موجودة بكربلاء، أنا بالحلة، بس أنا كنت بكربلاء وأنت بالحلة. نعم. هذا جانب، بس أنا عندي موضوع إذا تسمح لي بعد فضلك وبعد إذنك. تفضل. وبعد إحسانك، يعني دقيقة واحدة مو أكثر. تفضل أخوي. البارح انتشر مقطع فيديو على اليوتيوب، السيد محافظ كربلاء المحترم من صيف الخطابي يتجول بداخل المحافظة، ويعني مشكور جهوده، هو جاب طبعا أعلى الأصوات. نعم. أعلى الأصوات جابها. زين، هو من هو طبعا من رشح الانتخابات، كان محافظ بس لازم يستقيل، يلا يرشح، هذا قانون انتخابات، ما عليه رضا، صحيح ولا؟ نعم. وياي استاذ؟ نعم. زين، من رشح وفاز، من فاز شنو اصبح؟ اصبح عضو مجلس محافظه. زين. وياي؟ وياك. عضو مجلس محافظه بس بعده ما مأدي اليمين. زين. ما مأدي القسم. نعم. زين، انت بتفتر على المطاعم وتقول لهم هاي الاحتفالات راس السنه ممنوعه و شجرة الميلاد ما أدري إيش، إحنا عوائل نطلع للحدائق. نعم. حدائق يعني أنا وعائلتي استراحة باشر أطلع أنا وعائلتي نطلع نفطر نبقى ساعة ساعتين ثلاثة. نعم. يعني هل بالإمكان هذا ممنوع؟ أنا ما لي علاقة بالناس، وهي المحافظة بها آلاء، هي محافظة كربلاء والبابل فاقت 3 ملايين، مو؟ نعم. بس الناس العقلاء الكبار أصحاب العوائل، الناس اللي عوائل اللي مختنقة من هاي البيوت الصغيرة تطلع للحدائق العامة. نعم. تقضي ساعتين 3 ساعات، مو في سبيل أن تريح عن نفسه، وممكن تقول لي ممنوع تحتفل برأس السنة. أنا قلت لك هذا موضوعك يختلف عن الموضوع اللي أطرحه هسه، وأرجو إن شاء الله التوفيق لكل العراقيين، مو بس لا الكل، جميع عاشت ايدك. وانا اشكر قناتكم. لا، شكر على واجب. لفتة جميلة منك اخ محمد، شكرا جزيلا لك. لكن انت حكيت على استغلال المؤسسات وكل شيء في الدولة العراقية من قبل المتنفذين، تابعني بالملف الجاي وراح تشوف الاستغلال بعينه. لكن قضية الاحتفال برأس السنة الجديدة، نسوا أنه كربلاء ما بها خدمات، نسوا أنه كربلاء تعاني حالها حال المحافظات الجنوبية والوسط، نسوا أنه المواطن العراقي دا يعاني، نسوا أنه الشباب العراقي عاطل عن عمل، نسوا أنه المعامل العراقية متوقفة عن العمل. ما فكروا بذني كلهن، فكروا أنه المواطن راد لمتنفس للترفيه عن النفس دا يفرح شوية. هذا اللي حضرتك ردت تقوله. أبو ماجد من دهوك حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي أستاذ أفال لك والكادر، حياك وبياك. الرافدين البطلة، حياك وبياك أخوي. إيه. أستاذ أفال. نعم. طلعت الريحة، طلعت الريحة الخايسة والجيفة من حماس.
طيب ها يمدحون بالحوثيين وينددون بقتل هذا الفطريس اللي قتل بسوريا، وهو منو قضى. طيب أنا بس من رخصتك أبو ماجد، أنا افتهمت الرسالة اللي حضرتك تريد تقولها، لكن بالأمس أول من أمس حماس أصدرت الكثير من البيانات للرد على هاي الرسائل، قالت إحنا لا سوينا حرب لأجل هؤلاء ولا للتمجيد بهؤلاء ولا من أجل هؤلاء، إحنا لما حاربنا الكيان الصهيوني لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، لجرائم الاحتلال بحق فلسطين، لجرائم الاحتلال بحق الأقصى والقدس. فيبدو أنه أنت ما اطلعت على هاي البيانات بحيث أنه أخذت من عندهم هذا الموقف، لأنه دعنا لا ننسى صمود المقاومة الفلسطينية في فلسطين وقطاع غزة بالتحديد أمام آلة القتل البشعة للاحتلال والكيان الصهيوني بمباركة من كل دول العالم، صمود أسطوري. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا مشكور خلص دفل. حياك الله حياك الله. أنا وعدت الأخ محمد، قلت له راح تشوف الاستغلال بعدنا. عندنا مواطن من ذي قار شكى من الاستعمار الداخلي بمحافظة ذي قار إلى المحافظة من قبل منو؟ من قبل المسؤولين والمتنفذين. يقول ماكو شبر شاغر بالناصرية ما أخذوا جماعة استثمار أو مساطحة بحجة أنهم يدعمون الموارد المالية إلى المحافظة. لا أكو واجهة دائرة حكومية بقت، ولا حديقة عامة بقت، ولا ساحات عامة بقت، كلها أخذوها استثمار، وبالواقع هو استعمار مثل ما يقول مو استثمار. الدور على اليمن على مصنع نسيج محافظة ذي قار أو مصنع منسوجات محافظة ذي قار، اللي ما بقى منه شيء غير الذاكرة إلى هذا المصنع أو هذا المعمل الكبير في أذهان أبناء ذي قار تحديدا والعراقيين بشكل عام. هاي الذاكرة اللي مملوءة بحزن اللي راح نشوفه من تدمير إلى معامل ذي قار وتهجير الموظفين منها. خلونا نشوف. هذا تم تشييده يعني بال 81 معمل نسيج ذي قار. طبعا نشاهد مقابل معمل نسيج ذي قار اكو مساحه، طبعا هاي قبل سنتين انا نشات عليها وقلنا اكو سرقات متنفذين ومافيات سرقت اراضي محافظه ذي قار، وبعض المسؤولين فازين مروا على محافظه ذي قار من 2019. طبعا اغلب الاستثمارات هي سرقت الاراضي وواجهات حكوميه هي بعد التظاهرات 2019، يعني اكو كان المدينه تمر اوضاع استثنائيه، تظاهرات وعدم وجود قانون صارم يردع الفاسدين محافظه ذي قار. طبعا للعلم هاي 8 دونمات، مساحه النسيج كلها 16 دونم، نص المساحة ما نسيج أخذوها من ذيك الواجهة هاي أمامكم إلى هاي الواجهة النسيج. طبعا النسيج هذا مدخل نسيج جانبين الأيسر والأيمن، طبعا الأيمن هذا هم أخذوها استثمار. بالعقد المستثمر يقول هاي ستكون معامل صناعية، معامل صناعية هي أضافة لمعمل نسيج، وبعدين شو تحولت من معامل صناعيه الى معارض السيارات. يا هيئه الاستثمار هذا مو تلاعب. لا هذا مو تلاعب على القانون. معمل او مصنع منسوجات او مصنع نسيج محافظه ذي قار، الكل يعرف مصنع نسيج محافظه ذي قار وشنو المنتجات اللي كانت تطلع من هذا المصنع. بدال ما تفكر الدوله العراقيه ان تفعل هذا المصنع، لانه اذا فعلت هذا المصنع هذا راح يعين الاف من الشباب العراقي، شفتات ومهندسين ومنظفين وعمال وأيدي عاملة ومدراء وغيرها وغيرها وغيرها. هذا المصنع إذا أنتج راح يدعم السوق المحلية، وراح ندعم الشباب العراقي، وراح نقلل من نسب البطالة. ومو بس معمل نسيج محافظة ذي قار، معامل النسيج اللي بالعراق كلها
بالحمزة، بذيقار، معمل منسوجات محافظة النجف، معمل الألبسة، مصنع التيارات اللي بالديوانية، معامل السيارات اللي بالإسكندرية. ذني إذا فكرنا نعيدهم كلهم للعمل، معامل مصانع تعليب كربلاء وغيرها من مصانع التعليب الكبرى، معمل الشكر، معمل الطحين، عندنا مصانع كبيرة جدا، نسبة البطالة تزيد. فإذا شغلنا ذني راح نحاول نقضي عليها، وراح نخلي الشباب يشتغل، وراح ندعم الشباب العراقي والمنتج المحلي. لكن مع الأسف في بلد الديمقراطية كلمة صنع في العراق محاربة، حتى يفتحون معارض مال السيارات، لأنه العراق ناقص يشتري سيارات أكثر. حيدر العبادي، مع الأسف الناصرية تتصدر العراق لا بل والعالم بالفساد وبيع الضمائر. هشام السومري، بدل من تطوير المعامل والمصانع في ذيقار يروحون يفلشون المعامل في الناصرية بحجة الاستثمار. عمار المدمر، الله لا يعطيكم، الله لا يعطي الفاسدين اللي بالبلدية بالناصرية، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا تجاوز بيت وفلشوني وباعوها المستثمر. ونرجس تقول هي البلدية تبوق وتبيع القطع، الواحد ينطونا 10 قطع لأن عرف واحد ولا ربع شبر، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي قصدته أنه البلدية تستقطع وتبيع وتطي 10 قطع إلى العرف، واللي ما عنده عرف ما يقدر يحصل له قطعة واحدة. كاظم من الديوانية، حياك الله. بدل لكم شخصية. السلام عليكم. الله وكيلك، لو تيجي المعمل نسيج الديوانية. نعم. وطارات الديوانية والله تقوم تبكي على حالك. بس العلاقات والله ما تروح علاقات. الله وكيلك صح الله وتفضل مرت عليه. من أكبر المعامل نسيج بالديوانية والمطارات السيارات الديوانية. أتمنى أتمنى يا أخ كاظم، أتمنى تصوروا لنا ياهن وتوثقوا لنا ياهن وتدزوا لنا ياهن. والله العظيم أبدأ أصور الفيديو من يوم ما أدز لكم، والله العظيم. نعم. لكن عمي قبل الوادي عتا غيرة، عتا عتا ناموس، وعتا غيرة. إحنا ساقنا أنا. اسمع لي خلنا نكمل أستاذنا العزيز. تفضل. اسمع لي أستاذ العزيز. لا أسمعك. والله العظيم بعد غيره ما كأتم العراقيين، ماكو غيره يقولون، بعد غيره ماكو، ان شالت الغيره، ان شالت وين الاحزاب ما طول احزاب هاي فاسده، ماكو غيره عند العراقيين. بس مناشده للخيري للشيوخ العشائر وللمرجعيه، انتم قلتوا الفساد اخطر من داعش الارهابيه، ليش هذا السكوت عن العراق؟ جيبوا لنا ملك قبل ما صارت خلافات بيناتكم، هسه جيبوا لنا ملك خلصونه حتى قمه الخليج، حتى يرجع الصناعات الوطنية. السيران ما تقبل ترجع الصناعات، ما تقبل ترجع الصناعات يا سيد. أنا ما شفت إعلاميين شرفاء إلا بنتهم البغدادية فقط، والباقي كله تطبل الأحزاب، كل الإعلاميين طبق على الأحزاب. فمرة ثانية على سنة 24 للشيوخ العشائر والمرجعية، عمي ترى ما صاير سكوتكم على العراق، ما صاير ترى الإعلام والشوك العشان والمرجعية مشكولة ذمتكم، مشكولة ذمتكم وتحياتك. شكرا شكرا لك أخ كاظم. أم ياسمين من بصرة الخير، حياك الله يا أم ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله محفوظين. أريد الله وهالبيت ويحفظك ربي، وأريد من الله ربي توعية وعية للشعب، للشعب والحكومة أن تناصر البلد. نعم. وتحافظ عليه، لأن هو كان هيبة للدول العربية. نعم. جيش وأرض وعرض وشرف، صح لو لا؟ نعم. يعني هسه احنا حتى لو ما نفتهم، حتى لو هذا، لكن لا، عشنا ببلدنا ثقافة وأخلاق. هسه قاعد نلقى الزبايل كارت الشوارع والسدود كلها مليان الشطوط، هاي الشطوط كانوا قبل يسووها يكروها يكروها على مود تبقى المياه عالية منصة وصخ وطحالب. المعامل مسدودة، هنا عندنا معمل أسمدة مسدود، معمل البتروكيمياويات، المعامل مالت التمور، التمور كانت عندنا، كانت تمور عندنا أحسن تمور، تمور باب الخصيب والله. وقيعاننا، قيعاننا راحت، لا قعدنا بيها لا تعويض، ومشينا معاملات. نريد الأيدي العاملة العراقية أن تبعد أي دولة تتدخل، أي دولة مهما تكون تتدخل بوضعية العراق والسن شروط والسن أعمال بيدها، أي دولة من دول الجوار. نعم. لأن أنت روح شوف الدول، شوف الدول شلون استقفت
نعم. يعني عندي قرايب بمصر ماخذه مهندس، روح شوفوا مصر شلون وعوا، صح لو لا؟ ليش نعم. احنا بقينا متخلفين لا زراعه لا صناعه لا بنيان بيوت؟ يعني ايش قد اكو اراضي زراعيه ام ياسمين او اراضي ام ياسمين خلينا نكون نعم. واقعين اكثر، ليش احنا احنا آلة الاستعمار الامريكيه اللي جت بال2003 مصره على ان يكون العراق متخلف لان ما كان متخلف؟ اي شافوه متخلف يعني مين شالوا؟ هي الانظمه تتبدل بيناتهم بس يزيد تخلف ازيد من تخلف، صح ولا لا؟ ماكو توعيه، يعني تخلف البلد، الشباب كلها عطاله بطاله شهادات ضاله. نعم نعم يعني ما يصير يعني لا. امريكا من اجت المفروض توعيه نوعه، احنا ما نريد امريكا مثلا تظل الطول وهذا واحنا بدون توعيه. نعم. اهم شيء والله انا شو اقول، يسنون الخدمه العسكريه الجيش، اتمنى انا اكون انا سوداني اقول لامريكا مثل ما فلشت الجيش يرجع الجيش عشان يشتغلون الشباب ولا عطال ولا بطال. طيب. وكثره طيب. الاشياء السلبيه والله يا ابي يعني طيب. منطق 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 مو خوش. ما في الشباب قاعدين يفترون وهاي الأشياء الممنوعة المخدرات كثرت، وين كنا؟ كانت حدودنا المفروض الحدود تتراقب بالتأكيد. أم ياسمين الشاب عاطل عن العمل يلجأ إلى أساليب الغير صحيحة والغير سليمة من المخدرات غير صحيحة والخمور وغيرها. أنا يعني قاعد أشوفهم أقول له وين وصلتوا أنتوا، هيك منطقكم كله غلط غلط ماما. لو هسه أنت بالخدمة العسكرية كان تتدرب وتحفظ الأخلاق والأدب والشرف والعرض وتكون قناعة وبراتب يعني يكفيه، مو كان خدمة عسكرية خالص؟ هم ليش هلشوا الخدمة العسكرية؟ ترى هي لعبة مقبولة من أمريكا ودول الغرب. قالوا من إجينا احنا عبالنا يثقفون إنه وعوا الغير دولة، قاموا يتلوقون الغير دولة، الدولة هاي الثانية استغلتنا، فهي لعبة لعبة. ترى أنا تابعة أخبار واتبع وإنسانة مثقفة، ترى شوف من إجا أوباما اتبعوا الخطة دمار العراق مع سوريا باللعبة الطائفية. والله من زمن بوش أمي العزيزة، من إجا بوش هو هيك مو أوباما. نعم أي نعم. أوباما شكرا 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 لك أم ياسمين. حكينا قبل شوية عن الاستغلال إلى المعامل العراقية وقلت كلمة، هذني المعامل لو يشتغلن كان شغله والشباب كان خلصنا من العطال البطالة عفوا والعاطلين عن العمل. أغلب شباب العراق يعاني من البطالة المقنعة، عدم توفر فرص عمل، ويظهرون ببلدهم يريد يشتغل رغم الخيرات الكثيرة المتوفرة بهذا البلد، خصوصا النفط اللي تحول إلى نقمة مو نعمة على البلد. ليش؟ لأنه الانبعاثات الغازية المصاحبة لاستخراج النفط والتلوث البيئي وانتشار أمراض السرطان بالمدن المنتجة للنفط خصوصا في محافظة البصرة ومدن الجنوب معروف هشقد. أحد المواطنين راح يوثق لنا فيديو من داخل إحدى صالات الطعام في حقل مجنون النفطي، راح يبين لكم هنا الرفاهية البنفتس اللي يتمتعون بها موظفو الموظفين الأجانب الأيدي العاملة الأجنبية واللي يتقاضون أجور بحسب كلام اللي صور الفيديو تقريبا أكثر من 6000 دولار بالشهر الواحد. هو مبلغ يحلم الموظف العراقي يشوفه بسنة. خلونا نشوف شبابنا الخريجين العاطلين عن العمل، تعالوا وياي اليوم ناخذ لنا برا حقل مجنون، نراويكم شنو جاي يصير هناك. اللي يريد لديك رومي هم يتفضل وياي. بحقل مجنون طبعا هاي يوميه وجبه العشاء فقط، اما وجبه الغداء ثلاث. اعداد العماله الاجنبيه بالالاف، مصريين وجزائريين وهنود وأكراد وإلى آخره. هاي وجبة العشاء بموقع البيسي، كل شخص بهاي الصالة راتبه ما يقارب 60 ورقة تقريبا. الدولة العراقية جاي تصرف مليارات الدولارات عليهم. أولا نقلهم عن طريق الباصات الحكومية لمكان عملهم، ثانياً الدولة جاي تبني
جاي تبني لهم دور سكنية حديثة وصالات ألعاب وجميع متطلبات العيش الكريم. هاي علما للأجانب. وأكو شركات حكومية جاي تبني لهم حدائق وبساتين وأماكن ترفيه على حساب أموال الشعب، على حسابك أنت المواطن البصري، المواطن العراقي، وبالأخص مواطنين شمال البصرة اللي متضررين من الانبعاثات الغازية واللي جاي يصير عندهم الفشل الكلوي. وحتى لو كان من شمال البصرة موظفين عراقيين بصريين ما راح يوفروا لهم هاي. وين الدولة عن هاي الأمور؟ هذا الدلال حتى تشوفوهم الكرم العراقي. أما شغلوا العراقيين إنه البطالة وراها إذا احتاجيتوا جيبوا أجانب ودللوهم وش قد ما تردون. لكن هذا الدلال كله والشاب العراقي يتفرج ويتحصر، هذا اللي يصير. مكي المنصوري، البلد مبيوع من سنين والناس كاتلها جوع، تريد عمالة ما تحصل، شغلنا ننتخب وبس. أبو محمد البصراوي، الأجنبي عايش بخير، كل شيء متوفر له، راتب قوي، سكن جيد، شبابنا حسرة عليهم الألف، حسبنا الله ونعم الوكيل. حيدر، طرقاعة هاي والله، وآلاف الشباب في شمال البصرة شابعة، بس أمراض وقهر وضيم، والأجنبي يسرح ويمرح. وحازم الجابري، نسيت تذكر نقلهم من العراق إلى بلدهم على حساب الحكومة العراقية وكذلك الإياب. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. أبو عبد الله من بغداد، حياك الله. انقطع الاتصال ويا أبو عبد الله، أعتذر من عندك. تفاجأوا، تعرفون عندنا نافذة اسمها نافذة أنت ترى. تفاجأوا أهالي حي الوحدة بمحافظة بابل بقرار إخلاءهم من منازلهم بالعشوائيات. يقولون احنا نعرف انه احنا عايشين بعشوائية، لكن اللي صار ايام انتخابات المحلية، مجالس المحلية، اكدوا المرشحين قبل الانتخابات انه اكو وعود حصلوها انه ما راح يخلون منازلهم، راح يفرشون مادة السبيس بالشوارع، راح يوفرون الخدمات لهم. ورا ما انتهت الانتخابات مباشرة طالبوهم باخلاءها فورا، وناشدوا الجهات المختصة بالنظر الى معاناتهم، لانه هم اكثر من 150 عائلة من بينهم نساء واطفال، ولحد الان ماكو مكان بديل لهم. خلونا نسمع. يعني مثل يقول بخيرهم ما خيروني وبشرهم عوا عليه. يعني قبل الانتخابات اجوا عدلوا الشارع ورتبوا الامور، ورا الانتخابات انقلبوا علينا. شنو السالفه ما ندري. اجوا قبل تعالوا شيلوا. زين اكثرها هنا عوائل ناس تعبانه، ناس ما عتها يعني، وناس اكثرها ما مرتبطه بالاحزاب، يعني نحكيها مثل ما هي. فاحنا بس يعني قدرتهم على الفقره. تجين بدك ساره هنا تطبق، تجيب لي كيلو تمن، تجيب لي كيلو عدس، تجيب لي كيس مال حليب، تقشمر ذبيه. مو كاذب مليت لعبه تنس ولا عمل. قلنا ما يخالف، عم ننتخبكم، جابوا لنا سباس خلونا، عم ننتخبكم. هذا كانت انتخاب ذات شنو؟ تقلب علي؟ تزيد الشايني؟ أنا وين الطوج هاي الدنيا العوال وين تروح هاي؟ هاي النسوان وين تروح؟ هاي الأطفال وين تطوجها؟ زين؟ كافي عمي 150 عائلة برقبة من؟ بس من انتخابات جانا ذبلنا الاضرابات شو ورا انتخابات؟ تعالوا شيلوا دخل البيوت يابا. وين نروح؟ لا راتب لا كل شيء ماكو، وين نروح؟ حتى فلوس أجارات إذا عدنا نشيل فلوس أجار ما عدنا نطي، وكل واحد برقبته 7 و8 وين تطوجونه؟ والله نص ما سواحين للمدارس بدون يومية. أحد من الناس مهجر من الديالة، عندي 6 نفرات كلها نسوان ومعوق وكل شيء ما عندي، وجاي يشتغل عمالة وهاي المنطقة كلها تعرف. يعني إذا قلوا لي شيل منا أنا أقتل عيالي كلهم، لأن ما أموت أنا وأخلي عيالي مرتاحين. أحكي لك صراحة والله أنا أموت أنا عندي 6 نفرات وعندي مليون. ما عايشين مثل العالم، من الصبح لليل نطلع نجيب لنا 10,000 15,000 دينار. المنصير ما تقول لي ايد وحده. لاحظوا حرقه القلب لوين وصلت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المشكله يقول لك انه ركضوا علينا وقت الانتخابات وتعالوا انتخبونا وتعالوا احنا نسوي لكم واحنا نفرش لكم خدمات واحنا نخليكم تعيشون كل شيء واحنا نقدم لكم كل شيء ونبقيكم باماكنكم ونخليكم يعني تعيشون بهاي المنطقه مرتاحين. لاحظتوا العراق شلون دا يعيش؟ اذا شركه تريد تنفذ مشروع اسمه خدمي ما بأي خدمات،
والمواطن يشقى ويتعب بس حتى يقول انه اكو مشكله بهذا المشروع. واذا يريد يفكر المواطن بخدمات بلديه وغيرها فماكو اي خدمات، لانه لا البلديه تشتغل ولا الحكومه تشتغل ولا تفكر بهاي الناس. اذا اريد افكر بمعامل العراق فمعامل العراق منتهيه، وقضيه صنع في العراق والمصانع العراقيه. تتذكرون التصريح مال وزير الصناعه الاسبق لما قال اي وزير يصير وزير بهاي الحقيبه بالذات اكو امر من الارجنتين ممنوع يفتح هاي الملفات. اما الشركات النفط الاجانب متنعمين، والمواطن العراقي خصوصا الشاب حصر عليه الوظيفه وحصر عليه الالف وحصر عليه كل شيء. فتخيل الحال اللي دا يصير بهذا البلد. وتاليتها يطلعوا لك جماعه يقول لك ركضوا علينا ركضوا علينا، هم يقولوا لنا انتخبونا وانتخبونا وانتخبونا، خلونا احنا نصير بمجلس بلدي، خلونا نصير احنا بمجلس محافظه، خلونا نصير بالبرلمان وكل شيء نقدم لكم. وشفتوا شلون دا يتعاملون ياهم. وقبلها شفنا اللي خسروا بالانتخابات، اللي بلط شارع فلشه واللي حط محوله شالها، كانما دا يمن على الناس انه هو مرشح بالانتخابات وحضرت جنابه ما حد يعرفه قبل هذا الشيء. نلتقيكم على خير ان شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامج صوتكم باذن الله باكر. في امان الله.